ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في الجزء الخامس والفلوج الخامس من رحله نيويورك نيوجيرسي. الجزء ده احنا كنا اوريدي في الجزء اللي فات وصلنا نيويورك نورك ايربورت في نيوجيرسي. الجزء ده بنبداه بوجودنا اوريدي في نيوجيرسي وان احنا بنروح اماكن معينه في نيويورك. مش هحرق عليكم الاجزاء ديت، اديكم فرصه انكم تحضروها في الفلوج. ان شاء الله اتمنى يعجبكم الفيديو الفلوج. لو عجبكم لايك شير سبسكرايب، يلا بينا. اوكي يا جدعان، احنا الجيش وصلنا. نو ذس از انذر وان. احنا وصلنا الجيش، وصلنا ال بين ستيشن بتاعت نورك. Thank you. هناخد تذكرة ونروح بقى النورك. اوكي، المايك الميت عملها ثاني. So I'm here. But anyways, في الجزء ده كنت بشتري انا وباشمهندسة جيسكا، كنا بنشتري التيكتس عشان القطر. ف تيكتس اهي دي من محطة نورك لمحطة نيويورك بين ستيشن. الاتنين اسمهم نورك بين، اند دي اللي احنا فيها، ودي واللي رايح لها اهو نيويورك بين ستيشن. ف نركب القطر، نركب بص وراها. طبعا في ألف واحد طلعوا القطر وراح يمين وراح شمال، ففصلونا تماما. دلوقتي بنمشي في القطر، مشينا حبة حلوين لغاية ما لقينا كرسي. الصراحة القطر كان مسحوم، ده السكاي لاين بره من القطر. فيو كان لطيف الصراحة على حسب ما افتكر يعني. اوكي، لو وصلنا في محطة بين ستيشن، نيويورك بين ستيشن. زي ما انت شايف كده نيويورك بين ستيشن على الساينز. محطة طبعا ضخمة يعني، مبالغ فيها يعني حجم المحطة. alright، وصلنا المحطة ذات نفسها. ماشى طبعا اللي على الشمال ده الماكينة اللي بتاخد منها تذاكر، بتشتري منها تذاكر. عامل زي vending machine كده، او يعني عامل زي شبه مكنة الـ ATM بتاع البنوك. طبعا كمية ناس كثيرة جدا في المحطة. المحطة دي فيها كل حاجة، فيها محطة القطر الأساسية اللي هو بتروح فيها للولايات التانية، اللي أنا ركبت منها في 2019 القطر اللي وداني لهاتسبرج. تركب منها سبوايز، تركب منها القطورة العادية اللي هي بتوصلك نيويورك أو بتوصلك نيوجيرسي. ففي خطوط يعني في طوابق جوه المبنى، وكل الطابق ويعني كل فلور يعني اللي السير اللي هو القطورة بتاعته والسبويز والحاجات اللي هو بيبني لها سيرفيس، يعني حاجة ضخمة يعني الصراحة. طبعا الاسكليتر ده بيطلع فوق طبعا يعني. يطلعنا فوق عشان يوصلنا اللي هو ground level يعني اللي هو المخرج. يعني طبعا كل الطوابق دي معظمها تحت الأرض. فوصلنا هو مكان very very classy. ده البن ستيشن، دي الستيشن ذات نفسها، مكان كده أنيق جدا كده.
حتى الراجل لابس بدله سيكيورتي لابس بدله. في كراسي حاجات لطيفه كده. تبان ده ريسبشنست برضو يونيفورم حاجات لطيفه كده. بس ده المخرج بقى اللي بيوديك لبره عشان تخرج من المحطة. انا بكره الويب ديت اللي هو السبين بكرهه. alright حتى ديت دي كانت اول مرة انا اخرج فيها لنيويورك من 3 سنين تقريبا 3 ولا 4 سنين. كانت اول مرة اوصل فيها نيويورك اتمشي فيها في شارع نيويورك للفترة الطويلة دي كلها. It was the moment I was taking it, you know. I was just looking around and يعني بص كده في الأفق وتلاقي Empire State. Surprise, surprise. Alright, حتى دي بقى قربنا شوية من أكتر من Empire State. هذه المبنى هو وهذه الحاجات الثانية اللي بنقولها في المنطقة. طبعا حاجة تانية يا جدعان كنت عايز اشوفها برضو قبل كده وما يعني كنتش عندي وقت او مدورتش صراحة اشوف هي فين بالظبط. هي ماديسون سكوير جاردن. طبعا اللي في المصارع يعرف ماديسون سكوير جاردن والتاريخ بتاع المكان ده في العروض اللي اتعملت فيه زمان. اظن راسلمانياز الاولانيه او الثانيه كانت معموله هنا في المكان. اقرب اكتر شويه كده وتبقى الواجهه بتاعته واضحه اكتر. ده المبنى اللي اتكلمت عليه المادسون سكوير جاردن عبارة عن أرينا أو حلق يعني مكان كبير كان بيتعمل فيه عروض زي ما قلت مصارعة قديمة وزمان يعني وزاد. وده مدخل بتاعه ومربوط بيه كمان اللي هو محطة القطر كمان الصبواي. ده شكل الشارع يا جدعان. جبنا سلايس بيتزا كان اسمه دولار بيتزا 99 سنت. كان اسمه 99 سنت بس خلاه دولار 50. شكلها جميل شكلها كبير يعني كويسة نجرب بس يعني. اوكي البيتزا كانت كويسة جدعان. كانت بيتزا تشيز معلهاش حاجة غير تشيز جبنة بس. كانت لطيفة سخنة لسه طالعة من الفرن ف هيت سبوت زي ما بيقولوا. فدلوقتي احنا بقى هنكمل مشي شوية كده هنروح مفروض لو انا مش غلطان تايم سكوير. مظنش ان انا غلطان. ايوه تايم سكوير. تايم سكوير في الاخر اهو مشى دقيقة كده وبعدين هناخد القطار ونرجع وبكرة لنا مغامرات عديدة. هستنى بس الشارع تفتح ونعد. ادي تايم سكوير قربنا بشكل كبير يعني. فروت كمان دقيقة ماشي ونبقى في قلب تايم سكوير. يا ساتر. وولز فارجو قال السكاي لاين سو فار.
اوف مو جو جو طبعا الحاجة المشهورة عندنا في ميسيسيبي جدعان كينز اللي هو المطعم بتاع الفراخ مشوي المقلية هما فتحوا هنا فتحوا عاملين علامة هناك ممكن تبقى باينة لو بصيت محتاجة زوم الصراحة عشان تبان فلان هرجع لها طبعا تايم سكوير محتاج الصراحة خليها اوبن كده والمكان اللي قدام ده اللي بيبقى فيه البول دروب اللي هو احتفال راس السنة تعديل يا جماعة الدروب بول اتعملت هنا السنة دي اتغيرت 2025 ده كنت بقول لكم كده عن الكينز فتح هنا ده ما كانش هنا المطعم اصلا يعني من الجنوب اصلا اصوله من الجنوب بس فتحوا فرع هنا شكله شغال زي الفل يعني بس كده يا جدعان ده كان نهاية الفلوج بتاع النهاردة اتمنى يكون عجبكم لو عجبكم لايك شير سبسكرايب لو عايزين تشوفوا حاجات كتيرة في كونتنت كتير في القناة سكان ستريمات لجيم بلاي سكان فلوجات سكان فيديوهات عن امريكا ان شاء الله يعجبكم حاجة من الحاجات اللي احنا بنعملها هنا ولا بعملها هنا لو في حاجه معينه عايزينها اعملوا كومنت وقولوا لي بالظبط انتوا نفسكم تشوفوا ايه نفسكم تعرفوا ايه وانا هعمل يعني او دو ما بست يعني اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني او فلوج تاني سلام
home soon, and